الرقم الذي حفظه الأوفياء عن ظهر قلب الإيمان بهذا النهج. واليوم وبعد 5 عقود من صوت الإمام السيد موسى الصدر الذي صدح في صور في 5 أيار عام 1974، ما زال صدى القسم يتردد في نفوس الحاضرين يومها، وهكذا تعود بهم الذاكرة. لما أصدر الإمام الصدر الجمهور يعني الساحات هذه، رغم أنه ما كان في قبلي بهالشكل، كانت مليانة بشر. وشوية إجا موج مولانا بواخر صيادي السمك من البحر هون شبه تلة، وبتذكر في صخرتين كبار وفي أعشاب كان عملوا منصة للإمام موسى الصدر، وشوية طلع الإمام الصدر حي الجماهير وبلشت العالم تحيي فيه. اتجه اتجاه القبلة ورفع ايده اليمين وقال اقسم بالله العظيم. وقتها سموه مهرجان القسم، كل العالم رفعت ايده، اللي بالبحر واللي بالبر باتجاه القبلة. والأتم المهرجان اجوا على البوابة، صور على البوابة، الناس انتظرت على البوابة وشخصيات. تفاجأت الدولة والإقطاع السياسي بالحضور، الناس اجت من كل مما هب ودب، من الجنوب، من البقاع، من شخصيات، رجال دين، زعماء. بلش يحكي الإمام صدر عن حقوق المحرومين، عن المشروع الليطاني، عن تكافؤ الفرص، عن العدالة الاجتماعية، عن المكتومين الهويات، القرى السبعة بجنوب، ما خلى نقطة لما حكى فيها. وبمهرجان سور حمل كيس المسامير اللي كبوه على الطريق، إن حطوا مسامير إلى 3 شعب هيك كبوهن على الطريق، جابوا له كيس حملوا الرجال العالم إنه ذاك عم يثنوني عن عملي. راح الدكتور مصطفى شمران أخذ سيارة حط بطريقته يعني غصون شجر وغيره، حط قدام السيارة ومشي على المسامير حتى يكنس الطريق تقريبا. كتير وسائل عملوها لحتى الإمام الصدر ما يعمل المهرجان. وما بين الأمس واليوم أجيال تتناقل القسم، وهو كما كان بالأمس ما زال هنا بكل مفاهيمه ومعانيه. نحن كأجيال إمام الصدر وبعد 50 سنة بعدنا ماشيين بمفاهيم القسم اللي هي دستور بالنسبة لنا ولكل مواطن حر وشريف لنواجه التحديات وهي المرحلة وكل التحديات اللي ممكن تواجهها. نحن كطلاب بعلمنا وعمال بعرق جبيننا وشهداء بدمائنا ما زلنا متمسكين ولح نضل بهيدي المفاهيم اللي أعطانا إياها القسم، وما لح نبدل عنها لأنه هي بتعتبر مفهوم لحياتنا، مفهوم لمواجهة الصعاب. 50 عاما والقسم ما زال حاضرا هنا، وهو في نفوس هذا الشعب التزام ووفاء. واليوم يؤكد الجنوبيون تمسكهم بهذا القسم الذي ما زالت تتردد أصداؤه رغم كل السنين. من ساحة القسم في مدينة صور، علي عطوي، NBN.